وتعرفت بيه وبالجهاز، حتى في المؤتمر الصحفي هو بيقدم افراد الجهاز انا مش عارف اسمهم يعني، لسه انا اول مره اتعرف بيهم قعدت في مش عارف دول مين. بدا طبعا الاعداد كان سريع لان كان عدى فتره الاعداد، فبدانا كان اعتقد كان كارتيرون، بس كارتيرون كان وضع مختلف، عمل فتره اعداد بس انا ما كنتش معاهم، كان في مترجم تاني انا ما كنتش لسه جيت، واعتقد هو طلب استبداله او حاجه زي كده فانا جيت. بس بعد كده بدانا طبعا بدانا على طول ماتش افريقيا كانوا سبورت، بعد كده سوبر هناك. ودخلنا وكده لقيت بقى رجعت تاني يعني، رجعت تاني بقى، بس يمكن التجربه دي مختلفه شويه. الخبرات الاولانيه فادتني، خبرات في التجربه بتاعت خبرات من. طيب انا عايز بقى اجيبها من الاول تاني ونتكلم مثلا على جيرار جيلي. وانت بتقول لي ان انت كان في جوانب كتير بتركز فيها مع الراجل، جوانب فنيه كمان. ما فكرتش ان انت تاخد الجانب الفني كمهنه بالنسبه لك فيما بعد؟ مش بتاعي، انا مؤمن بالتخصص. انا لعبتش كوره في انديه كبيره، انا مش يعني انا راجل، انا متميز في حته ثانيه، انا في حته الاداره دي بتاعتي، انا محضر اداره كويس، انا متخصص اداره من الخبره بتاعت الاداره. بنروح كان في مشروع اسمه احترافيه الاتحادات، ممكن البعض اصلا يستغل فرصه زي دي ياخد جانب تحليلي مثلا. انا كصحفي بحلل عادي، بس ما بطلعش في التلفزيون ومش حابب الحته دي ومش بتاعتي. انا عملتها مره او مرتين يعني، اصدقاء ليا استضافوني برامج كسفت اقول لهم لا، رحت عملنا في بطوله افريقيا حللت مباريات، بس ده مش مهنتي يعني. انا ممكن هعرف اعملها بس مش هحب اعملها بشكل مستمر. حلو، ده كلام مهم قوي. يعني هي انا مؤمن بالتخصص اكتر. فانا حتى لما اجي بصنف نفسي انا شايف نفسي ان انا راجل، انا محاضر اداره، انا راجل متخصص، انا اداري، ثم صحفي، ثم مترجم. انا اجيب ثلاثه بس، انا ثم مترجم، مترجم تيجي نمره ثلاثه بالظبط، مترجم متخصص رياضيين. طيب ثلاث مدربين كبار وفرنسيين، مستر جيرار جيلي، كارتيرون، سويسري، فايلر بس سويسري. لكن عايز اعرف ايه السمات مثلا اللي بتميز كل واحد في الثلاثه والفرق ما بينهم من وجهه نظرك؟ يعني جيلي كان الموضوع كان مختلف شويه لان كان من زمان، وجيلي من وقت ما دخل مصر كان في عليه ضغوط رهيبه يعني بالاعلام، وكان الموضوع مش زي دلوقتي، ما كانش فيه يوتيوب وانترنت وممكن يعمل كلام ويتكلم مع الناس ويتواصل، فكان اللي بيتكلم الصوره اللي بتاخد عنه بياخد صعوبه ان يغيرها، بتاخد وقت طويل. تمام. وهو برده جيك عليه ضغوطات كبيره، كنا ابطال افريقيا 98، كان مطالب ان يحتفظ باللقب سنه 2000، كنا راجعين بعد اخفاق الكابتن جوهري. طبعا الكابتن جوهري ده يعني عالم، فتيجي بعد كابتن جوهري لازم تثبت، لازم تحقق نجاح كبير عشان حتى تقارن بيه. كان عليه، كان في صعوبات، في مشاكل مع الاعلاميين، مشاكل مع حتى بعض الاشخاص من مجلس الاداره في وقتها. فهو كان تجربه اداره اتحاد الكره، اتحاد الكره مشاكل ما بين المدير الفني ومجلس الاداره. كان في مختلفين معاه في شويه بعض النقاط يعني. زي ايه مثلا؟ انا ما بحبش اتكلم كده، بس يعني فكره الاعداد بتاعت الفريق يعني، فكره الاعداد الفريق كان شايفين بشكل كافي، علاقته بعد افراد في الجهاز يعني، كان كابتن انور سلام موجود وكابتن محمود الخواجه، كان علاقته بيهم ما كانش على ما يرام يعني، علاقته بيهم. لكن حتى كابتن انور قدم استقالته، ما كانش في تفاهم يعني ما بينه وبين ما كانش في تفاهم يعني، الكيمياء مش موجوده. وهو كان يعني كان هو والبير امام واخدين جنب اكتر، هو المساعد بتاع الفرنساوي. وجاي